طيب عايزه اقول لحضراتكم هنكمل بقيه اخبارنا، لكن احنا دلوقتي معانا زميلي العزيز تامر امين على الهواء مباشره من قاعه المؤتمرات. مساء الخير يا تامر. مساء الخير، ازيك يا منى؟ وكل سنه وانت طيبه. وانت طيب. طبعا سنه والمشاهدين كلهم طيبين. هسيب لك الهوا يا تامر دلوقتي. احنا كمان عايزين نعرف مع الساده المشاهدين كل ما تم النهارده في داخل اروقه هذا المؤتمر، المؤتمر السنوي السابع للحزب الوطني، وهسيبك دلوقتي والهوا ليك مع ضيوفك الكرام اللي هيشرفوك. شكرا جزيلا يا منى. النهارده الحقيقه يوم استثنائي بالنسبه لنا وبالنسبه للحزب الوطني كمان. بس قبل ما اقول لحضراتكم هنتكلم في ايه، وقبل ما نحاول قراءه ما جاء في خطاب الرئيس مبارك في المؤتمر السنوي السابع للحزب، خلينا اقول لحضراتكم احنا ليه هنا في الاساس. يعني في ناس كتير يقولوا مؤتمر زي اي مؤتمر لاي حزب بيعقد، ايه الحكمه ان برنامج مصر النهارده يعمل فقره رئيسيه حواريه من داخل اروقه المؤتمر؟ الإجابة ببساطة شديدة، أولا لأنه الحزب الوطني، أي أنه الحزب الحاكم اللي بيتمتع بأغلبية في البرلمان، هو اللي له القدرة على التشريع، هو له القدرة على التنسيق مع الحكومة، هو له القدرة في النهاية على الوصول بالخدمات اللي المواطنين في حاجة إليها بالشكل المطلوب. السؤال الثاني المهم، إيه اللي ممكن ننتظره من مؤتمر سنوي للحزب، خصوصا في الظروف السياسية اللي احنا فيها في أعقاب انتخابات برلمانية أولا في الشورى ثم الأخيرة في الشعب؟ عايز اقول لحضراتكم ان توقيت المؤتمر نفسه شهد حاله من الاختلاف في المنهج والرؤيه. المؤتمر السنوي انتوا عارفين كان المفروض ان ينعقد اسبوعين قبل الانتخابات البرلمانيه، وكان بيتم التجهيز ليه، واعتقد انه لو كان انعقد في الوقت ده كانت هتبقى اجنده مختلفه. ثم اتى قرار الرئيس مبارك اللي قيادات الحزب كلهم راوه في منتهى الحكمه ان يتم تاجيل المؤتمر السنوي لما بعد الانتخابات حتى يتخرج الحزب وكوادره للتحضير للحملة الانتخابية وترسيخ فكرة البرنامج الانتخابي للحزب عند الدوائر الانتخابية. طيب المؤتمر دلوقتي بعد الانتخابات البرلمانية بيعمل ايه؟ في ناس كتيرة معتقدة ان هو نوع من انواع الاحتفال، ان الحزب الوطني بيحتفل بنجاحه في الانتخابات البرلمانية وفقا للنتائج. بس الحقيقة الكلام اللي سمعناه النهاردة من الرئيس مبارك اتى مختلفا عن التوقعات. الرئيس مبارك يعني ما جابش سيرة الاحتفاء والاحتفال ان احنا وصلنا خلاص اللي احنا عاوزينه. المفهوم او اللي شعرناه من كلام الرئيس مبارك ان ده بداية الطريق. كل الكلام اللي اتقال على لسان قيادات وكوادر الحزب او حتى الناخبين اللي مثلوا الحزب في دوائرهم كانوا بيتكلموا عن وعود، وياما سمعنا وعود، وياما نصها طلع بومب والنص التاني تحقق او النسب تختلف ما بين كل دورة ودورة. الرئيس مبارك قال بمنتهى الشفافية ومنتهى الصراحة، هذا هو زمن التعهد بالالتزام بالوعود. حتى يمكن التقرير اللي هنتابعه دلوقتي في كلمة للأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي السيد صفوت شريف لما قال هذه دورة التعهدات. يعني هو ده المحك، الكلام الكتير البراق والوعود الرائعة والزاهية اللي سمعناها من الحزب وكوادره، الدورة القادمة هي اللي هتقول يا إما صدقت أو كان كلام انتخابات فقط. ضيوفي الكرام اللي هيشاركوني قراءة هذه الفعاليات لهذه الدورة وما جاء في كلام الرئيس مبارك، والحقيقة خطاب الرئيس يحتاج إلى وقت طويل لتحليله سواء من الناحية الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية، لكن هنحاول قدر الإمكان أن احنا نوجزه في وقت محدد. ضيوف المشرفين الدكتور عبد المنعم سعيد الكاتب الصحفي ورئيس مجلس إدارة الأهرام، أهلا بك يا دكتور. أهلا بك. كل سنة حضرتك طيب بالنسبة للعام الجديد. صحة والسلامة. أهلا وسهلا. والأستاذ محمد أبو العين رجل أعمال معروف ورئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب، أهلا بك يا محمد بيه. أهلا بك. كل سنة حضرتك طيب. صحة والسلامة. اسمحوا لي نروح لتقرير هنحاول فيه نلخص ونجمع ابرز ما دار في فعاليات هذا اليوم للمؤتمر السنوي السابع. وفقا لمعلوماتي ان حصل اجتماع للثمان لجان ثم توجت فعالياته بخطاب الرئيس مبارك. تقرير لمده 3 دقائق ونرجع نبدا الحوار. كان شاغلنا الشاغل وسيظل هو تحسين نوعية الحياة ورفع مستوى معيشة الإنسان المصري وتطوير ما يقدم له من خدمات التعليم والرعاية الصحية والإسكان والمرافق وغيرها. حققنا الكثير في إتاحة وتطوير هذه الخدمات خلال المرحلة الماضية، وحققنا طفرة غير مسبوقة بمشروعات مترامية لشبكات مياه الشرب والصرف الصحي
كما واجهنا الزيادة السكانية ببرامج طموحة للتوسع العمراني وقرى الظهير الصحراوي. مؤتمر بيأتي بعد انتخابات برلمانية في عام 2010، اجتماع يعني بعتبره مؤتمر في غاية الأهمية، لأنه الهدف الأساسي من قيام الأحزاب السياسية هي أن تعد نفسها وتخوض الانتخابات البرلمانية. في هذا المؤتمر مؤتمر الالتزام بما وعد به الحزب، أن تخرج من المؤتمر وبوضوح آليات يلتزم بها الحزب الوطني الديمقراطي بناء على تكليفات من الرئيس محمد حسني مبارك في اجتماعه مع الهيئة البرلمانية، وما سيكون أيضا في خطابه اليوم في الجلسة الافتتاحية. نحن ملتزمون بتنفيذ هذه التعهدات، الحزب وحكومته وهيئاته البرلمانية، بالوفاء للناخبين الذين أعطوا الثقة في كافة المجالات وطبقا لكل التعهدات، من أول فرص العمل إلى التعليم إلى الصحة إلى رفع مستوى الخدمات إلى الوقوف إلى جانب الغير قادرين أكثر من القادرين، الخروج بملايين من دائرة الفقر إلى العيش الكريم. الحزب طرح سياساته، ترجمها في شكل برنامج انتخابي، حددها في شكل 75 التزام، 7 محاور تتناول القضايا الرئيسية في مجالات الحياة والمجتمع المختلفة. تم خوض الانتخابات وفقا لها. في هذا المؤتمر بيطرح الحزب ماذا سوف يفعل هو وحكومته في العام الأول من تنفيذ هذا البرنامج. احنا بنعتقد ان السياسات اذا عندما يحسن وضعها ويتم التفكير في جوانبها المختلفة وبالذات في تمويلها، التمويل هو العقدة في أي عمل، والإطار التشريعي أيضا، ففي هذه الحالة فرص النجاح تبقى أكبر لأي سياسة من السياسات. أثناء المؤتمر 11 لجنة النوعية المتخصصة المجتمعة، الوزراء موجودين فيها من أولها لآخرها، في التعليم، في الصحة، في الصناعة، في الزراعة إلى آخره، فهناك تواجد مكثف للوزراء التنفيذيين إلى جانب الكوادر الحزبية. فلم نتحدث عن أجندة تشريعية ولم نتحدث عن أولوية في الأجندة التشريعية إلا بعد اتفاق تام بين الحكومة وبين كوادر الحزب. الانتخابات الرئاسية لها موعدها، ونحن أي انتخابات بنستعد لها في الوقت المناسب وبالتخطيط المناسب، فكما استعددنا للانتخابات البرلمانية قبل لمجلس الشعب وقبلها لمجلس الشورى قبلها بفترة، وبأسلوب تنظيمي محدد وببرنامج زمني محدد وبتكليفات محددة، أيضا الانتخابات الرئاسية سيكون لها توقيتها وبرنامجها والخطط التي نلتزم بها. إنما أن هذا المؤتمر له علاقة بانتخابات الرئاسة، الإجابة بلا. هذا مؤتمر سنوي عادي، المؤتمر السنوي السابع اللي وفقا للنظام الأساسي لابد أن ينعقد مرة كل سنة، وله أجندة خاصة به، بعضها يتعلق بالجوانب التنظيمية الخاصة بالنشاط الحزبي، وبعضها خاصة بالمجال الفكري والمجال المتعلق بالسياسات والقضايا العمل الوطني. احنا عندنا نموذج البرنامج الانتخابي لسيادة الرئيس، الانفاق عليه وانجاز المشروعات اللي تضمنها البرنامج بتسير بمعدلات في بعض المجالات يمكن اسرع حتى من ما ورد في البرنامج الانتخابي، وبالتالي نفس الشيء بالنسبه للبرنامج الانتخابي للبرنامج الحزب للخمس سنوات القادمه. تم تقدير الاهداف اللي احنا عاوزين نحققها، البرامج والسياسات المطلوبه، وبالتالي تدبير الموارد اللازمه لانجاز هذه البرامج. اتبعنا منهاجا حديثا ومتطورا للإصلاح الاقتصادي، عزز البنية الأساسية والتشريعية الجاذبة للاستثمار، أفسح المجال للقطاع الخاص المصري والعربي والأجنبي، ووضع ضوابط واضحة للمنافسة. شكرا.